كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة اعتبارا يوم غد، وتكون الأجواء حارة، وبالتالي هناك ارتفاعات على درجات الحرارة، ودرجات الحرارة حتكون في منتصف الثلاثين بإذن الله. إذن أجواء حارة بعد يوم الأحد بإذن الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، المهنية للاستثمارات العقارية. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن اللون الأحمر يمثل الكتلة الهوائية الحارة التي ستبدأ تأثيرها على المملكة يوم الاثنين، وتسيطر يوم الاثنين بشكل واضح، لكن طبعا أثناء الليل بتكون درجات الحرارة أقل، بيظهر اللون الأصفر فبتكون درجات الحرارة أقل، لكن يعود اللون الأحمر يوم الثلاثاء ظهرا وما بعد الظهر والمساء، وتكون الأجواء حارة في الوسط بتكون بحدود 35، لكن المناطق الجنوبية العقبة والأغوار والبادية الشرقية بتكون تقريبا في الأربعينات، وأيضا تستمر الأجواء تقريبا حارة يوم الأربعاء، أيضا نفس الشيء بتكون في الوسط في منتصف 35 أو بحدود 35 عفوا، وفي المناطق الجنوبية في العقبة والأغوار بحدود 40، وأيضا في المناطق الشرقية بحدود 40 درجة مئوية، وبتستمر الأجواء كذلك حارة حتى يوم الخميس. إذن هناك ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها طيلة أيام هذا الأسبوع. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة أجواء صيفية معتدلة، درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عمان 20 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، ارتفاع على درجات الحرارة، أجواء يوم الاثنين راح تكون حارة نسبيا، العظمى تتراوح في عمان ما بين 32 إلى 34 درجة مئوية أعلى من المعدل وأجواء حارة نسبيا، الصغرى أيضا 23 درجة مئوية أعلى من المعدل، ويوم الثلاثاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة، راح تتراوح العظمى في عمان ما بين 33 إلى 35 درجة مئوية على الأقل أعلى من المعدل، أجواء حارة أيضا يوم الثلاثاء، وأثناء الليل والصغرى رايحة تسجل بحدود 23 درجة مئوية. الأربعاء انخفاض درجي إلى درجتين، لكن تبقى الأجواء حارة نسبيا، والحرارة العظمى في عمان تتراوح ما بين 32 إلى 34 درجة مئوية، طبعا هذا التراوح ما بين عمان الشرقية وعمان الغربية، وبالتالي لكن بشكل عام أجواء التي ستسود المملكة وعمان بالذات خلال يوم الأربعاء هي أجواء حارة نسبيا، وبتكون درجات الحرارة أعلى المعدل ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية، والصغرى المتوقعة بحدود 21 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المدن المختلفة من المملكة، المناطق الشمالية إربد 35-23 أجواء حارة، عجلون 33-21، جرش 35-23، المفرق 35-22 أجواء حارة، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل واضح، المناطق الجنوبية أجواء حارة نسبيا، المناطق الوسطى، البلقاء 32-23 أجواء حارة نسبيا، مأدبة 32-23 أجواء حارة نسبيا، عمان أيضا أجواء حارة نسبيا 32 إلى 34، والصغرى 23، الزرقاء أجواء حارة 36 إلى 23، منطقة البحر الميت والأغوار أجواء حارة، والحرارة العظمى تتراوح ما بين 40 إلى 41 درجة مئوي، والصغرى بحدود 30 درجة مئوي. المناطق الجنوبية أيضا أجواء حارة نسبيا، الكرك 33-23، الطفيل 32-22، الشراه 30-20، ومعان أجواء حارة نسبيا إلى حارة،
36 إلى 24، وخليج العقبة أجواء حارة وشديدة الحرارة، العظمى 41 والصغرى 30 درجة مئوية. المناطق الشرقية أيضا تسود أجواء حارة، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها، الأزرق 40-26، الصفاوي 40-26، الرويشد 41 إلى 26 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم، ونترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.